مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشرة من قناتكم شوف تي في. تحية كبيرة لكم، نتمنى انكم تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. تحية كبيرة لكم انتم اللي كتشاهدوا معنا هذا اللايف داخل وخارج ارض الوطن، شكرا لكم، شكرا اللي معنا في اللايف وكيعطيونا دي كومونتير. تحية كبيرة لكم. هذه التمنية قد مباشرة من استوديوهات قناتكم شوف تي في ومن برنامج رباح مع شوف تي في. واليوم الاربع 3 ابريل 2019، يعني كنعطي التوقيت والتاريخ قد باش تعرفوا بلي اننا رحنا مباشره معكم من استوديوهات قناتكم شوف تي في. تحيه. نشوفوا اول كومونتير في حلقه هذا اليوم من عند علاء، قال لنا السلام وعليكم السلام رشيد. اوكي شنو قال لنا هذا علاء؟ شتا كاين كاين اخويا علاء، برنامج رباح مع شوف تي في، برنامج المسابقات، برنامج المتعه والترفيه، في مجموعه ديال الاسئله في الثقافه عامه، في الدين، في الرياضه، امثال شعبيه، الغاز ولا تقلدني. مرحبا والف مرحبا. شكون هذا؟ الادريسي هدى. وعليكم السلام ورحمه الله. مهدي غير بالصحه، الله يعطيك الصحه اخويا مهدي. نحن مع الحدث. شكون هذا؟ شكرا لك اوريزو نطي مع لاين. نحن مع الحدث، شكرا لك. السلام عليكم السلام ورحمه الله. خويا ايوب تحيه كبيره لك. ليلى نادا شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف. شكون اخر؟ يزيدي اكرام تحيه كبيره لك، شكرا لك اكرام. صوفيا العمراني تحيه كبيره لك، شكرا وعليكم السلام ورحمه الله. سعيد حفيظ السعداني شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا هذه كومونتير، مرحبا والف مرحبا. على اي نمشيو ناخذوا اول مكالمه في حلقه هذا اليوم. الو السلام عليكم. لا خويا ايوب تحيه كبيره ليك. ليلى بعد من اللايف وتواصل معنا، الرقم ديالنا هو كيظهر اسفل الشاشه. الو السلام عليكم. بعد من اللايف الله يحفظك. امسيه سعيده. الله يبارك فيك. بعد غير من اللايف باش نسمعوكم مزيان. بعد من اللايف باش نسمعوكم مزيان. بعد من اللايف على اين انقطع الخط بيننا وبين المتصل، مرحبا والف مرحبا. تواصلوا معنا، الرقم ها هو كيدار اسفل الشاشه، واللي بغى يتواصل معنا يكون مقاد الوضعيه ديالو الله يجازيكم بخير باش نسمعوه بوضوح ويسمعوه حتى المشاهدين بوضوح، وتكون يكون التواصل في احسن الظروف. على اين نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم كريم. الله يبارك فيك اخويا. ايوب بكار اخويا. مرحبا خويا ايوب. مين مدينه خويا ايوب؟ الدار البيضاء اخويا. تحيه لك وتحيه للناس ديال كازا خويا ايوب. مرحبا اخويا. الله يحفظك. فينا حي في كازا خويا ايوب؟ سيدي مومن اخويا. تحيه لك وتحيه للناس ديال سيدي مومن. الله يبارك. الله يحفظك. مستعد المسابقه خويا ايوب؟ مرحبا اخويا. يلا نتوكلوا على الله نعطيوك اختيارات. مرحبا والف مرحبا. عندنا مجموعه ديال الاختيارات اخويا ايوب، كاين الثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز ولا تقلدني. ستة المراحل باش بغيتي تبدا خويا ايوب. ثقافة عامة. ثقافة العامة، مرحبا والف مرحبا. يلا نمشيو للثقافة العامة خويا ايوب. يلا السؤال الأول دائما كيكون ساهل خويا ايوب، أعطيني خمسة ديال الأسماء يكون فيهم حرف الياء بحال ايوب. اش فيهم حرف؟ حرف الياء. الياء. أي. يمامة. ايوب واحد. ايوب واحد. زيد. يمامة. يمامة هذا ماشي اسم. قول لي الاسماء. اسماء ديال الرجال ديال الذكور. ديال الذكور. أيه. ايوب. ايوب زيد. واحد. كاين ياسين. ياسين جوج. كاين يعقوب. يعقوب ثلاثة. يسوع. شكون؟ يسوع سمية. سمية عندكم هذه يسوع؟ لا ما عندناش حنا بسمية. ايوا حيد. قلنا ايوب، قلنا ياسين، قلنا يعقوب، زيد. خمسة. خمسة باقي لك جوج. تحياتي لكل معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. يلا خويا ايوب. قلنا ياسين، قلنا ايوب، قلنا يعقوب، زيد. والو يوسف. يوسف ها هو اربعة. كاين يوسف زيد ولد خويا. اييه نسيتي. يلا بقات لك سمية. كاين ياسين. قلنا ياسين. صافي نزيدك سميه اخرى ولا كنفكر انا كنقلب نقولوا ياسر. ياسر
كاين ياسر وكاين يحيى وسليمان. طلع سميات اخويا ايوب. كاين يحيى كاين ياسر. يلا طلع سميات. يونس. يونس حتى هو. يلا هي 10 ديال النقاط تبقى في ثقافه عامه ولا تبدلها ايوب؟ بارك اخويا. بارك صافي تسالي معنا المسابقه. صافي اخويا. شكرا لك. تحيه كبيره لك اخويا ايوب. تحيه كبيره لك. شكرا لك وشكرا لكل مشاهدينا بحي سيدي مؤمن. شكرا لك. مشاركه خفيفه ظريفه. برافو لك. تحيه كبيره لايوب. هو المهم غير بغى يشارك معنا ويتواصل معنا. تحيه كبيره لك. شكرا لك انتم اللي معنا في اللايف. تحيه كبيره لكم. يونس يحيى ايمن فوالا. شكرا لكم بزاف. احمد قال لنا اشرح لينا نفهموا اللعبه. مرحبا خويا احمد. هذا برنامج رباح مع شوف تي في. برنامج المسابقات المتعه والترفيه. في كل اسبوع كيكون فائز اللي جاب اكبر عدد من النقط هو اللي كيفوز في نهايه الاسبوع. كاين مجموعه ديال الاسئله الثقافه عامه الدين الرياضه الامثال الغاز. ولا تقلدني قلدني كنعطيك شي جمله ولا شي كلمه وانت تعاودها من ورايا ثلاثه ديال المرات وبزربه. معنا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الاسم الكريم والمدينه. يونس نسلا. مرحبا اخويا يونس لاباس عليك. شكرا انا خير الله يحفظك. الحمد لله. الله يبارك فيك يا يونس. الله يخطيك اخويا يونس. من سالا ياك. اياه. مرحبا اخويا يونس. مستعد للمسابقه؟ اياه ان شاء الله. مرحبا. يلا السرعه مطلوبه. نعطيوك اختيارات اخويا يونس. يلا ثقافة عامة الدين الرياضة الامثال الغاز ولا تقلدني اخويا يوسف. ست المراحل. الدين ان شاء الله. الدين. مرحبا. مشيو الاسئلة الدينية. مرحبا. يلا اعطيني خمسة الاسماء ديال الانبياء والرسل. ياك بلاتي يكون فيهم حرف الميم. يكون فيهم حرف الميم بحال محمد صلى الله عليه وسلم. ايه محمد موسى. موسى جوج. كاين شكون؟ كاين موسى كاين محمد صلى الله عليه وسلم. جوج زيد. ايه كاين اها جاو ليا. يلا حاول تفكر. يلا محمد موسى زيد يونس يونس تقاطع الخط بيننا وبين يونس. شكرا لك اخويا يونس. نتمنى انك تعاود الاتصال بينا. مرحبا مرحبا. تحيه كبيره ليك وتحيه لكل مشاهدينا بمدينه سلا. نمشيو ناخذ مكالمه كيكون الضغط على الهاتف. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم والمدينه. معك يونس من الدروه. مرحبا اخويا يونس لاباس عليك. تحيه عليك. الله يحفظك. من الدروه. من الدروه ياك. إيه الله يحفظك. الله يحفظك اخويا يونس. بارك الله فيك. تحيه كبيره لك. شكرا لك وتحيه لك وتحيه لكل مشاهدينا بمدينه الدروه. الله يحفظك خويا. الله يحفظك اخويا يونس. مستعد المسابقه؟ نتوكلوا على الله وشويه وصايي. نعاونك نعاونك ما تخافش يا يونس. صافي الله يحفظك. يلا شنو تختار؟ الثقافه عامه الدين الرياضه الامثال الغاز ولا تقلدني؟ الثقافه عامه. الثقافه العامه. مرحبا. يلا نمشيو للثقافه العامه. يلا اعطيني خمسة ديال الأسماء ديال المدن المغربية أخويا يونس ياك؟ نعم. خمسة الأسماء ديال المدن المغربية يكون فيهم حرف الدال بحال الدروة. الدال. كاينة الداخلة. الداخلة جوج. كاينة الدار البيضاء. الدار البيضاء ثلاثة. كاينة الجديدة. الجديدة أربعة. جديدة جديدة. أكادير. و أكادير ها هما خمسة. برافو لك. ها هي 10 ديال النقاط. بداية مزيانة خويا يونس. نتمنى لك التوفيق. يلا تبقى في الثقافة العامة ولا تبدل؟ إيه ماشي مشكلة خليها في الثقافة. مرحبا. نبقاو في الثقافة العامة. يلا السؤال كيقول خويا يونس. نعم. كم من حيد الكيت إلا كنتي ديرهم. حيد الكيت باش تسمعنا مزيان. حيد الكيت وخليك معنا غير في الهاتف باش نسمعوك مزيان. إيه صافي دابا مزيان. السؤال كيقول كم من جهة في المغرب؟ المغرب شحال فيه من جهة؟ كم من جهة؟ أييه شحال من جهة في المغرب؟ مثلا كنقولوا جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس، جهة كذا، جهة كاينين كنظن 8 الجهات. ركز مزيان ركز مزيان وعاد أعطينا الجواب ما تسرعش. يلاه نتمنى لك التوفيق. خذ مهلة. تحية كبيرة لكم انتم اللي معنا في اللايف. شكرا لكم بزاف. قالوا لنا سلمى. سلمى قالت لنا وجدة. برافو. أكادير تادلة تادلة. واش الدروة مدينة بعيدة؟ الدروة كاينة غير مدينة غير صغيرة خويا أسامة. كاينة حدا الدار البيضاء غير هنا في طريق برشيد. كاينة مدينة الدروة حدا مطار محمد الخامس بالضبط. حدا مطار محمد الخامس بالضبط. هو قال لنا يونس. يلا شحال من جهة في المغرب خويا يونس؟
ونقول خمسة الجهات على الله وصافي. كتر من خمسة. واحد قلت 8 قلتي لي فكر. لا كتر حتى من 8. نقول لك واحد القضية، كانوا شحال هذه، كانوا 15 الجهة ياك. ولكن في التقسيم الجديد في 2015 ما بقاوش 15، نقصوا. دابا انا ساعدتك. ماشي 5 وماشي 8، دابا عطيتينا جوج الأجوبة خاطئة، عندك الحق في جواب واحد، نتمنى يكون صحيح. يلا انا حاولت نساعدك، كانوا 15 نقصوا، ما بقاوش 15 في التقسيم الجديد. ما بقاوش 15، غنديروا 10 على الله. هو 10 جواب خاطئ، زقلتيها. 12 جهة، 12. ماشي مشكل. قدم تحية ديالك اخويا يونس، شكرا لك بزاف. تحية ليك وتحية لجميع طاقم قناة شوف تي في. الله يحفظك. وكاع اللي كيعرف يونس دليل والدروة، وشكرا لك اخويا. شكرا لك، تحية كبيرة لك، تحية لك. أمسية سعيدة، أمسية سعيدة اخويا يونس، شكرا لك، أنت معنا من مدينة الدروة، تحية كبيرة لك وشكرا لك على المشاركة ديالك معنا في برنامج رباح مع شوف تي في. كيكون الضغط على الهاتف 12 جهة، برافو طريق. محمد 12، محمد 12، برافو. لا ماشي 8 خويا محمد، ماشي طارق، ماشي وسيله 12، برافو. طارق قال لنا 16، لا هما غير 12 جهه في المغرب. نمشيو ناخذ مكالمه اخرى، تخلي واش تسنى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم والمدينه. مبارك وعليوه من مدينه فماشات من طاطا. مرحبا سي مبارك، لاباس عليك، من طاطا ياك؟ لاباس الله يبارك فيك. اي من طاطا سيدي. تحيه ليك وتحيه للمشاهدين بمدينه طاطا. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك سي مبارك، دوزتي نهارك بخير، كلشي مزيان؟ بخير الله يبارك فيك. الحمد لله. كي داير الجو عندكم في طاطا سي مبارك؟ ايوا شويه العجاج وصافي. كاين شويه العجاج. أيه. والله يلطف بينا، الله يلطف بينا ودي سي مبارك. مرحبا سيدي. يا ربي امين. يلاه نمشيو للمسابقه ان شاء الله، نعطيوك اختيارات باش بغيتي تبدا. ثقافة عامة، ثقافة عامة، الدين، الرياضة، الأمثال، ولا الألغاز، ولا تقلدني يا سي مبارك. ثقافة عامة. ثقافة عامة، مرحبا وألف مرحبا. يلا نحاول نعطيك شي سؤال يكون في الثقافة العامة سي مبارك. يلا سي مبارك، غتعطيني 5 ديال الأسماء يكون فيهم حرف الباء بحال مبارك. مبارك واحد. خمسة ديال الأسماء فيهم حرف الباء، يكونوا أسماء ديال الرجال فيهم حرف الباء بحال مبارك. مبارك واحد. مبارك. بادر. بادر جوج. إبراهيم ثلاثة. فوالا. زيد. بلال. عبد الله. وعبد الله وبلال. الخامس. زيد. أنا قلت لك بلال. لا ما نمشيش لمبارك. عبد الباقي. عبد الباقي وعبد الصمد وعبد الرافيع. الصمد إلى غير ذلك. إلا غير ذلك. كل ما عبيدة. صحيح. يلا هي 10 ديال النقاط سي مبارك، تبقى في الثقافة عامة ولا تبدل؟ نبقى في الثقافة عامة. مرحبا. يلا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافة العامة. يلا نتمنى لك تجاوب على هذا السؤال، هذا ربما تجاوب عليها سي مبارك. السؤال كيقول ما هو الحيوان الذي أطلق عليه العرب اسم أم حائل؟ مزيان. انا نعاود لك السؤال. السؤال كيقول سي مبارك ما هو الحيوان الذي اطلق عليه العرب اسم ام حائل؟ كاين شويه د سميتو تشات، ما سمعتش بزاف السؤال. داير ما دايرش الكيت انت؟ نعم. ما دايرش الكيت؟ الكيتمان ما دايرش الكيتمان ليزي؟ لا ما درتهمش. ما دايرهمش. يعني نعاود لك السؤال بشويه. يلا السؤال كيقول ما هو الحيوان الذي أطلق عليه العرب اسمه أم حائل؟ الجمل. نعم؟ الجمل. الجمل. جواب نهائي؟ جواب نهائي. حيت أنا علاش عطيتك هذا السؤال؟ لأنه حداكم ياك سي مبارك. نعم؟ حداكم الجمال والناقات. سمعت كاين شوية ديال سميتو. كاين شوية ديال التخرشيش. ما لكن من عندك. انا كنسمعك مزيان، صوت ما واضح شي شويه. انا كنسمعك بوضوح. على اي الجواب صحيح؟ هو الجمل ولا الناقه؟ جواب صحيح. كتسمعني ياك؟ كنسمعك. يلا داكور. يلا نبقاو في الثقافه ولا تبدل؟ عندك الحق في سؤال في الثقافه العامه. صافي الثقافه عامه. نبقاو في الثقافه العامه. مرحبا. يلا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافه العامه.
يلا سؤال كيقولها سي مبارك. من هو صاحب هذه المقولة الشهيرة؟ أنا غادي نقول لك المقولة الشهيرة. من صاحب هذه المقولة الشهيرة؟ كيقول لك نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا إن نطق الزمان لهجانا. لا وليس الذئب يأكل لحم الذئب ويأكل بعضنا البعض عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لهجانا. ربما أحمد شوقي. لا ماشي أحمد شوقي المتنبي. زقلت يا ودي سي مبارك. ماشي أحمد شوقي وماشي المتنبي. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو صاحب هذه المقولة ودي سي مبارك. يلا على أي تحية كبيرة لك وشكرا لك على المشاركة. قدم تحية ديالك. تحية لك. الله يحفظك. تحية. شكرا لك سي مبارك. تحياتنا لك وتحية لكل مشاهدينا بمدينة طاطا الجميلة وكل مناطق الصحراء. إذا حنا مشاهدينا مازالين معكم دائما برنامجكم رباح مع شوف تي في. هما قالوا لنا المتنبي الشافعي. برافو الشافعي هو الجواب الصحيح. الشافعي هو الجواب الصحيح. برافو طريق. برافو رانا المغربي. أسامة عبدو غزال. محمد قال لنا المتنبي. ماشي المتنبي أخويا محمد هو الإمام الشافعي. يلا مشيو ناخذ مكالمة أخرى. شكون هذا؟ رايحي رياحي الحسن قال لنا نزرق باني. نزرق باني. وعليكم السلام. الاسم كريم والمدينة. معك محمد بن علي من بيت فرداء بن ملال الأستاذ صلاح. مرحبا سي محمد. تحية لك وتحية الناس ديال بني ملال. تحياتي. تبارك الله. الله يحفظك. الله يخطي. قال لك يا الغادي لبني ملال وديرني في البال. ديرني في البال هي عقلتي عليها. يلا سي محمد استعد المسابقة. نتوكلوا على الله. نتوكلوا على الله. يلا نعطيوك اختيارات كيف ما العادة. ثقافة عامة الدين الرياضة الأمثال الغاز ولا تقلبني يا سي محمد. نمشيو للمجال الديني. نعاود لك اختيارات. ثقافة عامة الدين الرياضة الأمثال الغاز ولا تقلبني. شنو تختار؟ الدين. الدين. مرحبا نمشيو للأسئلة. الدين في الدين. يلا نعطيوك شي سؤال في الأول كيكون سهل سي محمد صافي؟ الله يلا واخا. يلا اعطيني خمسة ديال الأسماء من صور القرآن الكريمة سي محمد يكون فيهم حرف الحاء بحال سورة الفاتحة. حرف اش؟ حرف الحاء. الحاء. أيه. الفاتحة واحد. زيد. الحاشر. الحاشر جوج. الحديد. الحديد ثلاثة. فوالا. الحديد. يلا ثلاثة قلنا. قلنا الفاتحة الحشر الحديد زيد الرحمن. الرحمن فوالا. أربعة بقات لك وحدة. يلا أنا نقولها لك صافي. ماشي ممكن نشوف. يلا حاول تفكر. هاهم عطاونا بزاف. قالوا لنا الرحمن الحديد الحشر الحاقة زيد قلب الكياب. نعم. تحريم زيد سورة محمد صلى الله عليه وسلم زيد. تحية كبيرة اللي معنا في اللايف وكيعطيونا دي كومونتير. يلا اش من سورة ودي سي محمد؟ قلت الحاقة. نقولوا الحاقة ولا نقولوا محمد ولا نقولوا الأحقاف ولا نقولوا الفتح والحجرات والنحل والحجر ياك سي محمد؟ وسورة نوح آية والضحى والشرح طلع الأسماء اللي فيهم حرف الحاء. يلا هي 10 ديال النقاط سي محمد. تبقى في الدين ولا تبدل؟ نتحولوا لثقافة عامة. مرحبا. يلا صافي. خفتي من الدين؟ نعم. خفتي من الأسئلة الدينية؟ نمشيو تنرجعوا لهم إن شاء الله. لا واخا تندوزوا المراحل كاملة ورجعوا لهم إن شاء الله واخا. يلا نعطيوك سؤال في الثقافة العامة سي محمد. سؤال كيقول كتسمعني ياك؟ نسمعك. كتسمعني؟ كنسمعك وتصلح. أيه. السؤال كيقول أسي محمد كم عدد أعين الذباب؟ كم عدد أعين الذباب؟ شحال من عين؟ أي الدبان. شحال من عين عند الدبان؟ الدبانة شحال عندها من عين؟ خذ مهلة خذ مهلة خذ مهلة باش نتمنى تجاوب صحيح. يلا
تحيه كبيره لكم، شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف. قالوا لي اللحن الاحقاف ايه حميم، حميم ما كاينش صوره سميتها حميم، يعني كاين اسماء ديال صور ما كاينش شي صوره سميتها كنظن حميم، او ربما كاينه صوره حميم على ما اظن. على اي ماشي مشكل، تحيه كبيره لك اللي معنا في اللايف وكتعطينا دي كومونتير شكون اللي طانا حميم. اشكش اكشكش اكش. نعم سي محمد، كم من عين للدبانه شحال عندها من عينها سي محمد؟ كاينين شي احتمالات؟ الا بغيتي نعطيك احتمالات نعطيك، كيبقى عندك الحق في جواب واحد فعلا. نعطيك جواب، نعطيك احتمالات. اعطينا احتمالات. مرحبا سي محمد، كم يبلغ عدد اعين الذباب؟ غنقولوا خمسة ولا ستة ولا سبعة؟ خمسة اعين، ستة اعين، سبعة اعين. يلا خذ مهله ما تسرعش باش تعطينا جواب واحد. خمسه سته سبعه قلتي؟ اه يا خمسه ولا سته ولا سبعه من عين عند الدبان. واا نتوكلوا على الله ونقولوا خير الامور اوسطها. اه يا الله يا الله انطق الجواب. سته. سته جواب نهائي. جواب نهائي. الجواب النهائي ونتوضعوا معكم وراء واسي محمد واسي قلتيها فايلاس قلتيها عندها غير خمسة. خمسة خمسة هاد العيون، وكل عين عندها يعني الدبانة كتشوف في جميع اتجاهات تقريبا، كتشوف 90 درجة 180 درجة كنظن كتشوف، يعني كتشوف جميع الاتجاهات بلا ما تدور الراس ديالها حتى هي. ماشي مشكل. يلا تحيه كبيره لك سي محمد وشكرا لك على المشاركه. يلا قدم تحيه ديالك سي محمد وشكرا لك. بارك الله لك. قدم تحيه ديالي للاخ حسن نتاع اللي معاه هنايا و الله الرحمن الكندي والاخوان اللي كيعرفونا وكيعرفوا بوتفرد. تحياتي لك. الله يحفظك شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سي محمد، تحيه كبيره لك. تحية لك سي محمد وتحية العائلة وتحية لكل مشاهدينا بمدينة بني ملال الجميلة. إذن احنا مشاهدينا مازالين معكم دائما برنامجكم رباح مع شوف تيفي مباشرة من قناتكم شوف تيفي. تواصلوا معنا مرحبا وألف مرحبا، الرقم ديالنا هو كدر أسفل الشاشة. مرحبا بتواصلكم، مرحبا بملاحظاتكم اقتراحاتكم أي حاجة مرحبا وألف مرحبا بها. ها هما عطاونا مجموعة ديال الناس قالوا لنا خمسة خمسة خمسة، برافو لكم جوابكم صحيح. نمشيو ناخذوا مكالمة ما نخليوهاش تستنى. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخيرا جد لي الخط. مرحبا والف مرحبا، الاسم الكريم والمدينه؟ اسماء قاسم من مدينه اسفي. ما تحيه ليك لاله اسماء والناس ديال اسفي. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا الله لك. الله يبارك فيك، الله يخطيك لاله اسماء. تحيه كبيره ليك ونتمنى انك تكوني بخير وعلى خير ان شاء الله. الله يخطيك. الله يبارك فيك. دوزتي نهارك مزيانه اسماء؟ اسماء او للاسف انقطع الخط بيننا وبين الاخت اسماء من مدينه اسفي. شكرا لك لاله اسماء ونتمنى انك تعاودي الاتصال بنا دائما على الرقم ديالنا هو كدار اسفل الشاشه 06 61 93 75 35. مرحبا والف مرحبا. نمشيو ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، الاسم الكريم؟ الله ينورك ايوب من مدينه تطوان. مرحبا سي ايوب لاباس عليك؟ الحمد لله الله ينورك سيدي. من تطوان ياك؟ من تطوان ياك سي ايوب؟ نعم تطوان. تحيه لك وتحيه للناس ديال تطوان كاملين. الله ينورك الله ينورك، وحنا المتتبعين تشوف تيفي. بارك الله فيك، الله يحفظك تطوان الحمامه البيضاء ياك. الله الحمامه البيضاء. شمن حي في تطوان اخويا ايوب؟ توته. توته. تحيه لك وتحيه لكل مشاهدينا بحي توته. شكرا شكرا الله يسلمك. الله يحفظك الله يخطيك. يلا نتوكلوا على الله نمشيو للمسابقه. يلا بسم الله. مرحبا، نعطيوك اختيارات سي ايوب. ثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز ولا تقلدني؟ سته المراحل، ثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز ولا تقلدني يا سي ايوب؟ نعم الالغاز. نمشيو للالغاز. مرحبا يلا نحاول 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 نعطيك شي لغز يكون زوين ياك. نعم نحاول نعطيك شي لغز يكون سهل. واخا ان شاء الله. وعندك الحق تخطا في اللغز الاول صافي. نعم عندك الحق تخطا في اللغز الاول. واخا مرحبا يلا نحاول نعطيك شي لغز يكون في المتناول. سي ايوب غندير معاك واحد اللعبه حسابيه ياك. هذا ندير معاك واحد اللعبه حسابيه، هذا لغز ياك، واحد العمليه حسابيه. انت عاود لي كتسمعني انت؟ حيد الكيت الا كنتي دايرهم. حيد الكيت. الحي ما سمعتش. حيد الكيت، حيد الكيت مال ليزي حيدو.
الحي ديالنا. لا قلت لك حيد الليزي حيد الكيت الكيت مان. ما سمعتش مزيان عاد الريزو تاعي. حيد الكيت مان الكيت باش سمعنا مزيان. ليكيت ليكيت الكيت مان. ليكيب. ليكيت فوالا. حيدهم إلا كنتي دايرهم. ما سمعتش مزيان. ما كتسمعنيش بوضوح. لا لا ما سمعتش مزيان دابا كنسمعك شويه. هلا قول لي دابا. قلت لك حيد الكيت إلا كنتي دايرهم باش سمعنا مزيان. صافي زولته. مزيان يلا دابا كتسمعني؟ كتسمعني؟ كنسمعك مزيان دابا. واخا يانا نعطيك واحد العملية حسابية وإلا عرفتي أنا نعطيك واحد العملية حسابية. وإلا عرفتي السر وإلا عرفتي السر غنقيد لك 10 نقاط. واخا يلا مرحبا. يلا نوي شي رقم في خاطرك وما تقولوش لي سي أيوب. واخا نعطيك شي رقم. يا ما تقولوش لي غير نويه في خاطرك. واخا صافي يلا. صافي نويتيه؟ عملت في بالي واحد الرقم. يلا دوبلو. دوبل داك الرقم دوبلو. زيد. دوبلتيه؟ دوبلتو. متأكد ياك حاسب مزيان. متأكد يلا زيد عليه 40. زيد عليه 40. أييه. زيد. زدتي 40؟ زيد 40. يلا قسم كلشي على جوج. قسمهم على جوج. قسم كلشي على جوج هذاك العدد اللي نويتيه ودوبلتيه وزدتي عليه 40 قسم كلشي على جوج قسمتيهم؟ يلا هذاك العدد اللي نويتي في الاول. نعم. العدد اللي نويتي في الاول. العدد اللي قلت لي في الاول. لا اللي نويتي انت اللي نويتي في خاطرك في الاول. نقصوا من الحساب نقصوا من الحساب. نقصوا من الحساب. ياه نقصوا. واخا واخا. يلا حاسب مزيان صافي نقصتيه. بلاتي. زيد. صافي نقصتيه. نقصتو نقصتو. نقول لك شحال بقالك في العمليه الحسابيه؟ قول لي شحال بقات؟ بقات لك 20 في الحساب. 20؟ 20 اللي بقى لك لا؟ لا تيه نعاود نشوف. متأكد يا سي أيوب. وعكرين عكرين أخاو دوختين يا أخي. واش 20 ولا ماشي 20؟ ويا الخاو عكرين عكرين. شحال نويتي أنت شحال؟ وسي شحال نويتي أنت شحال نويتي في الأول؟ انا في الاول درت 8. 8 ضوبلناها شحال ولات؟ جبت عليها 8 16. 16 زدنا عليها 40 شحال ولات؟ 16 جبت عليها 40 56. 56 قسمناها على جوج شحال شحال ولات؟ 28. 28 حيد منها العدد اللي نويتي في الاول 8 شحال بقاو لك؟ قلت لي بقات 20. اذا شنو السر في هذه العمليه الحسابيه؟ عجباتك ياك؟ ادو سيدي ادو سيدي. عجباتك هذه ياك اخي ايوب؟ عجباتك هاد العملية الحسابية؟ والله العظيم إلا بزاف واعرة ما عرفت كيف نشرتي ليها. ما عرفتي السر؟ بارك الله عليك أخويا. الله يحفظك. ما عرفتي السر ديالها والو؟ نعم. ما عرفتي السر؟ لا ما عرفت السر ديالها والله. ماشي مشكل نعطيك السر ولا نخليوه من بعد؟ نعم. نعطيك السر ديال العملية؟ لا تعطيني السر عطيني السر. مرحبا. لاحظت القانون ديالكم. أنا نعطيك السر ديال العملية الحسابية ونمشيو للغز واحد آخر. السر أخويا أيوب السر هنايا. هذاك العدد اللي نويتي انت وكله ضربته في الزيرو هنايا وهذاك العدد اللي عطيتك اللي هو 40 قسمته على جوج. برافو ليك. فهمتي؟ قلت لك نوي رقم دوبلو زيد عليه 40 قسم كل شيء على جوج حيد هذاك العدد اللي نويتي كتبقى لك 20 يعني انا اللي عطيتك 40. فري الا عطيتك 20 غتبقى 10 الا عطيتك 30 غتبقى 15 فهمتي؟ برافو ليك والله العظيم يحب... برافو ليك. الله يحفظك الله يحفظك. يلا تبقى في الالغاز ولا تبقى في الالغاز ولا تبدل؟ نعم تبقى في الالغاز ولا تبدل؟ لا نبقى نبقى شويه. مرحبا يلا انا نحاول نعطيك شي لغز يكون في المتناول. واخا مرحبا. يلا سي ايوب نعطيك لغز ونتمنى تجاوب عليه صافي؟ واخا يلا اللغز كيقول اخويا ايوب ركز مزيان عندنا ثلاثه ديال الكراسه. ثلاثه ديال ايش؟ ديال الكراسه. ثلاثه ديال الكراسه ديال الشليات الشلي شليه. لا 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 يا اخي عرفتك. ثلاثه ديال الكراسه ياك. وكاين وكاين راجل وولدو وراجل وولدو زيد وخصهم كلهم يجلسوا على ديك الكراسه. كاين اربعه ديال الكراسه. لا غير ثلاثه. ثلاثه ديال الكراسه ثلاثه وولدو راجل وولدو. يا كي غيديروا يجلسوا بثلاثه بهم على الكراسه باربعه بهم على الكراسه ثلاثه الكراسه. نعم فهمتك. يلا اعطينا الحل. وثلاث اربعه ديالهم كيفاش عيطت لك ثلاثه ديال الكراسه؟ اييه. شنقول لك؟ هتقول لي خذ مولا يلا فكر فكر شي شويه. نحيي كاع اللي معنا في اللايف تحيه كبيره لكم شكرا لكم. شكرا جزيلا. الله يحفظك سليم قال لنا اشرح لي انا شرحت اخويا يا سليم.
قلتي ثلاثة ديال الكراسة، وكاين اب وكاين راجل وولدو وراجل وولدو، وهما خصهم يجلسوا على دوك الكراسة. كيفاش غيديروا ليها؟ حتى واحد ما يبقى واقف، حتى واحد ما يبقى واقف. نقولوا جوج ديال الرجال عجلتو في كرسي كرسي. اييه ياك. اييه زيد، وبقاو جوج دراري. عبقاو جوج دراري ياك. اييه كي غنديروا ليهم؟ دراري صغارين ولا كبارين؟ كبارين، حنا نقولوا كبارين ولا صغار شويه. دابا الا كانوا صغار زعما غيجلسوا بجوج في كرسي واحد. بغيت نقول لك الا كانوا صغار غيجلسوا بجوج في كرسي واحد. لا، كل واحد غيجلس في كرسي ديالو. واخا. يلا فكر اخي، فكر اخي ايوب، فكر. كتعب عليا، كتعب عليا. عاد شويه دابا، هما بزاف ديال الناس، هما بزاف ديال الناس كيجاوبونا اجوبه صحيحه. برافو لك شيماء، جواب صحيح. واتو كاين واتو اللي قالك الجواب صحيح، كيمشي يبحث عليه دابا. راه بعطيني منين لك؟ لا لا، هذا كيكون معلومه كتكون عندهم، لان ها انت اسمع، هاد اللغز اخويا ايوب كيكون فيه الجواب. ما خاصك تحاول غير تركز وتفكر فيه الجواب. هو ملا ما تحتاج تفكر يعني تمشي بعيد ولا تقلب على الجواب، كيكون فيه. دابا الجواب راه في اللغز، الجواب فيه. خصك تعرف انت تجبد لينا الجواب. اما راه فيه، كاين اب وولدو واب وولدو، وكاينين غير ثلاثه الكراسة. دابا انا كنحاول نوضح لك باش تفهم اكثر. واخا فهمتك. فهمتي؟ كاين اب وولدو، كاين ثلاثه الكراسة. هاي كاين اب وولدو، اب وولدو، كاينين غير ثلاثه الكراسة كي غيديروا كل واحد يبرك في كرسي. اب وولدو، اب وولدو. هي تحيه لكل معنا في اللايف. يلاه والو. ولكن بلاتي زيد لي واحد شويه بلاتي. واخا يلا خذ مهله. اوه للاسف انقطع الخط بيننا وبين ايوب. هو اللغز سهل، هما عطاونا بزاف ديال. محمد عطانا جواب صحيح، برافو ليك. سوسو فاتي جواب صحيح، برافو ليك. اش كش اك اكش كش ولا اك كش كش اسمي فرج، تحفظ لي اك كش اك كش. تحيه كبيره ليك. اللغز سهل لانه هو الاب ولدو ولد ولدو، يعني كاين اب ولدو واب ولدو، هما راه غير ثلاثه ديال الناس. على اين هذا هو الحل ديال اللغز، على اين نمشيو نخدموا كلمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا، الاسم الكريم والمدينه. معك عزيز من مدينه سله. مرحبا سيدي عزيز، لاباس عليك؟ لاباس خويا صالح. الله يحفظك، الله يختك سي عزيز. تحيه ليك وتحيه للناس ديال سله. الله يحفظك لي يا خويا. الله يحفظك، الله يختك سي عزيز. مستعد المسابقه ان شاء الله، توكلوا على الله. اي سير على الله. مرحبا، يلا نديروا شي بركه. نعطيوك اختيارات سي عزيز، ثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز، ولا تقلدني يا خويا عزيز. عطيني ثقافه عامه نديروا فيها شي بركه. مرحبا، نمشيو للثقافه العامه. يلا يلا اعطيني خمسه ديال الابراج سي عزيز، خمسه الاسماء الابراج. كاين برج الجدي. الجدي واحد. الحوت. الحوت جوج. ثور. ثور ثلاثه. العقرب. العقرب ربعة، فوالا برافو. العذراء. والعذراء زيد. وداك والاسد زيد. والحامل. والحامل والجوزاء والدلو والسرط. على اين يلا هما 10 ديال النقاط سي عزيز. تبقى في الثقافة العامة ولا تبدل؟ سير على الله. نبقاو في الثقافة العامة. مرحبا، نحاول نعطيك شي سؤال. أي. في الثقافة العامة. سؤال كيقول سي عزيز. اي. ما هو الحيوان الأبكم؟ حيوان الأذكى. أبكم أبكم، ما كيدويش يعني. ما كيدويش. أذكى ما تيدويش. أيه، حيوان وحيد اللي ما تيدويش. الأبكم. الأبكم. يلا خذ مهلة سي عزيز. أعطيني أخويا مهلة. أيه، تحية كبيرة اللي معنا في اللايف. قالوا لنا الميزان، الدلو، العقرب، فوالا الميزان. القوس. تحية كبيرة لكم انتم اللي معنا في اللايف، شكرا لكم. سعيدة قالت لنا القوس، سلمى قالت لنا الدلو، الجدي، الحمل، الحوت، الجوزاء، فوالا الأسد، الحوت، خديجة، برافو. فردوس قالت لنا شكون آخر عاود، كذلك محمد قال لنا الميزان. يلا عطينا اختيارات أخويا صالح. هو بصراحة ما كاينش اختيارات، بغيت نعطيك اختيارات غيبقى عندك الحق في جواب واحد. هو ما كاينش الاختيارات، غنعطيك اختيار. ماشي مشكل. يلا تعطينا جواب ولا؟
لا عطيني اختيارات ماشي مشكل. واخا نعطيوك واحد كان غلط هي هذيك كنصافي. واخا واخا ماشي مشكل نعطيوك اختيارات سي عزيز. غنقولوا اول حيوان هو الناقه، ثاني حيوان الزرافه، ثالث حيوان الغزاله. الغزاله والزرافه والناقه ثلاثه. غادي نقول الزرافه. الله الله وصافي جواب نهائي. الله عندي كان عندي الجواب ولكن ما متاكدش. وشنو الجواب اللي كان عندك؟ هو الزرافه نيت ولا غير؟ هو الزرافه. ضربت حد ولا متاكد؟ هو ضربت حد. ما متاكدش 100% غادي نقول ضربت حد. يلاه ماشي مشكل الجواب صحيح 20 نقطه هو الزرافه. اما الناقه عندها صوت كتكلم يعني كتسمع الصوت ديالها، وكذلك الغزال الغزالات هي عندها الصوت. يلا نبقاو في ثقافه عامه سي عزيز. سير سير. مرحبا. يلا نحاول نعطيك شي سؤال في المتناول. سؤال كيقول سي عزيز، اي خويا، لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ زعما علاش تسمى البحر الميت بهذا الاسم هذا؟ خذ مهلا سي عزيز. يلا نحيي كاع اللي معنا في اللايف، برافو لكم، عطاونا مجموعه ديال الناس قالوا لنا الزرافه، كلكم اجوبه صحيحه، برافو لكم. من خديجه، محمد، سعيده، كريم، شكون اخر؟ محمد كذلك، اميره زوجي، برافو الزرافه جواب صحيح، نور الدين الزرافه، خديجه كذلك، شكون اخر اللي طانا؟ تحية كبيرة لكم انتم اللي معنا في اللايف، أبو مروى العمراني، الزرافة، نجاة، ما فيش الحوت، الحوت كاين في الأبراج لله نجاة. يلا سي عزيز. لأنه لا توجد فيه كائنات حية. لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ لأن لا يوجد فيه كائنات حية. لأنه لا تجد فيه كائنات حية بشدة الملوحة ديالو. هو راه ماشي جواب صحيح. يعني كاين جواب اخر، ترى قربتي الجواب. لانه شديد الملوحه. اي لانه شديد الملوحه. ايوه. لا يسمح بالحياه فيه، زعما ما يمكنش شي واحد يستطع يعيش فيه. لانه يعني شديد الملوحه اكيد ما غاديش يكونوا فيه، ما غيكونش فيه الحوت، يعني ما غيكونش فيه مخلوقات. كائنات. يلا ماشي مشكل، هي 30 نقطه سي عزيز، جواب صحيح. صافي. يلا دابا نبدلو الثقافة عامة، شنو تختار؟ دين، رياضة، الأمثال، الغاز ولا تقلدني؟ دين، رياضة، أمثال، الغاز ولا تقلدني يا سي عزيز؟ أسئلة في الدين. نمشيو للأسئلة الدينية، مرحبا وألف مرحبا. يلا السؤال كيقول يا سي عزيز. أي خويا. من هو أول من قاتل بالسيف؟ من أول هو من قاتل بالسيف؟ أي من هو أول من قاتل بالسيف؟ هو سيدنا إبراهيم الخليل. متأكد؟ متأكد. جوابك صحيح، برافو ليك. 40 نقطة، هو إبراهيم الخليل، برافو ليك، جواب صحيح. تبقى في الدين ولا تبدل؟ سير الله يعطيني، علاش أسئلة ساهلين يكونوا في الدين؟ نسهل معاك زعما ياك؟ ما تغركش. واخا سي عزيز. يلا وحنا كنحاولوا شويه وكو شويه كصافي. يلا واخا. يلا السؤال كيقول سي عزيز، ما هو ابن نوح الذي مات غرقا بالطوفان؟ ابن نوح الذي مات غرقا بالطوفان، فاش كان كيصنع السفينه وكان كيجمع القوم ديالو اللي بغى يطلع معاه في السفينه يطلع، واحد الابن ديالو ما بغاش يركب معاه، قال له غنطلع لواحد الجبل فوق وتما غادي بعد من المزعمة من البحر فاش كنهاجم مره. هذا الاسم ديال الابن ديالو معروف، ما هو هذا الاسم؟ كنعان ابن نوح. متاكد ولا ولا؟ لا متاكد. متاكد كنعان، برافو ليك جواب صحيح. ها هي 50 نقطة سي عزيز، برافو ليك. يلا باقي عندك الحق في سؤال ديني، تاخذه ولا تمشي لسؤال اخر؟ أرالي. مرحبا. يلا نحاولوا نعطيوك شي سؤال في الدين. يلا واخا نحاول نعطيك شي سؤال يكون في الدين ان شاء الله. يلا السؤال كيقول السي عزيز. سؤال كيقول، ما اول ما تسال عنه المراه يوم القيامه؟ ما اول ما تسال عنه المراه يوم القيامه؟ فهمتي السؤال؟ اول ما تسال عنه المراه يوم القيامه،
ما هو؟ يلا خذ مهلة غير ما تعطلش. كنعان برافو، هما عطاونا اجوبه صحيحه، برافو لكم كنعان. كنعان شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير، بارك الله فيكم وتحيه لكم كبيره من عند صلاح الدين فرحتي امام الكاميرا وكذلك اسامه في الاخراج. يلا سي عزيز، ما هو اول ما تسال عنه المراه يوم القيامه؟ كاينش احتمالات ولا تسالني شويه؟ ما بصراحه ما كاينش احتمالات، كاينين جوج الحوايج غتسال عنهم المراه هما الاولين، غير حاول تفكر، حاول تفكر سي عزيز واعتمد على المعلومات اللي عندك، ولا حداك شي اصدقاء تستشر معاهم. ساعدني شويه سامعك. شكون اللي معاك؟ شكون اللي حداك؟ كاين عبد النبي واحد الاصدقاء ديالي. يلا تحيه للاخ ديالك عبد النبي والاصدقاء اللي معاكم. يلا يلا سي عزيز، خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد. سي عزيز خويا رافع شويه، ماشي مشكل، انا نعطيك الجواب وساهل سي عزيز. سمعتيني سي عزيز؟ كنسمعك خويا. قلت لك السؤال ساهل، الجواب ساهل. صلاتها وزوجها. ها؟ صلاتها وزوجها. زوجها كانت عندي ولا ولا الصلاه هي الاولى، يعني هي الاولى تسال عنها، صلاتها ثم زوجها. صلاتها وزوجها. صلاتها ثم زوجها، بجوج بيهم في دقه تقريبا، غير الصلاه هي الاولى دائما. على اي، يلا شكرا لك سي عزيز. الله يبارك فيك، تحيه كبيره لك وتحيه للاصدقاء اللي معاك وسي عبد النبي وكل مشاهدينا بمدينه سلا الجميله، تحيه كبيره لكم. اذا احنا مشاهدينا مازالين معكم دائما، برنامجكم رباح مع شوف تي في، دائما برنامجكم رباح مع شوف تي في. تحيه للسي اسامه مخرج البرنامج. شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف، ونمشيو نقراو شي شويه لي كومونتير. حنا في انتظار مكالمه اخرى دائما في برنامج رباح مع شوف تي في مباشره من قناتكم شوف تي في. صلات برافو، صلاتها ثم زوجها، برافو رشيد. شكون اخر؟ ابو سليمان. صلات زوجها محسن، صلاتها ثم زوجها. شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف. علي قال لنا الصلاه برافو. بشرى قالت لنا الصلاه. عبد الحق قال لنا الصلاة. شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير، بارك الله فيكم. حنا في انتظار مكالمة دائما في برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشرة من قناتكم شوف تي في. تواصلوا معنا، الرقم الهاتف ديالنا راه كيدار أسفل الشاشة. مرحبا وألف مرحبا بالتواصل ديالكم، شكرا لكم على التواصل ديالكم نتوما دائما اللي معنا في اللايف. على اي، نمشيو ناخذوا مكالمه، ها هو الرقم كي الهاتف كيرن. يلا ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الاسم الكريم والمدينه. باكيت من البلاد. مرحبا، الاسم؟ الاسم الكريم؟ يوسف. يوسف مكناس. مرحبا سي يوسف، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. من مدينه مكناس؟ مكناس. فينا مدينه، فينا بلاصه في مكناس؟ فينا حي سي يونس؟ تدامر. فين؟ سيدي عمر. سيدي عمر، تحية لك وتحية لكل مشاهدينا بحي سيدي عمر. مشيو للمسابقة خويا يونس؟ نعم. مشيو للمسابقة، مستعد؟ أنا مستعد. يلا مرحبا، نعطيوك اختيارات: ثقافة عامة، الدين، الرياضة، أمثال شعبية، الغاز، ولا تقلدني؟ أشنو؟ الرياضة. نمشيو الأسئلة في الرياضة، يلا السؤال الأول دائما كيكون سهل اخويا يونس. يلا اعطيني خمسة الاسماء ديال المدربين مغاربة في البطولة الوطنية، خمسة الاسماء مدربين. خمسة الاسماء؟ هي ديال المدربين. زيد. كاين رشيد الطوسي. رشيد الطوسي بخريبكا واحد. زيد. كاين شكون؟ عين نفكر. يلا واخا. شكرا لكم اللي معنا في اللايف، قالوا لينا الزاكي. يلا شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره لكم. يلا خويا يونس، قلنا رشيد الطوسي، نقولوك الزاكي بدو جديده. زيد. يونس. كاين وليد الركراكي. وليد الركراكي في الفتح الرباطي. زيد قولك جوج. وليد الركراكي. زيد. اي لا ما عرفتيش، نمشيو لسؤال اخر. هذا السؤال الاول عندك الحق تخطا، نمشيو لسؤال اخر. صافي في السؤال. يلا نعطيني خمسه ديال الملاعب المغربيه ديال كره القدم.
خمسة الملاعب. خمسة الملاعب. خمسة. الشرافي. نعم. أي ملعب الشرافي بمكناس واحد زيد. ملعب جيكو. لعب جيكو بالدار البيضاء جوج زيد. مولاي عبد الله. النجاح. مولاي عبد الله بالرباط في كاين نجاح. مكناس النجاح. مكناس قلنا واحد قلنا الملعب الشرفي. قلنا الملعب الشرفي بمكناس قلنا ملعب الابجيكو بالدار البيضاء ملعب مولاي عبد الله بالرباط بقاو لك جوج. يلا زيد. ملعب أدرار. ملعب أدرار بأكادير. أربعة. يلا بقى لك واحد نقولوا ملعب الك... ملعب مراك. ملعب الكبير بمراكش هاهوما خمسة. يلا نحاولوا ما نتعطلوش أخويا يونس صافي. يلا ملعب العابدي بجديدة شي واحد معاك يعطيك الأجوبة. معاك معاك شي واحد تعيانا تحياتنا ليه اللي كيعطيك الأجوبة. يلا تبقى في الرياضة ولا تبدل؟ نعم تبقى في الرياضة ولا تبدل؟ لا يبقى في الرياضة. مرحبا يلا نحاول نعطيك شي سؤال في الرياضة. يلا السؤال كيقول اخويا يونس. وي شحال من مرة تنظم كأس إفريقيا؟ شحال من دورة دازو؟ شحال من مرة؟ أي شحال من مرة تنظم كأس إفريقيا؟ يلا يلا فكر شحال من مرة. أنا نحاول نشكر اللي معنا في اللايف تحية كبيرة لكم. قالوا لينا بنو بطوطة بفالا في طنجة خديجة رشيد بنو بطوطة برافو ملعب العابدي بالجديدة ربيعة ولا ربيع ربيعة ريان مساء الخير مساء النور تحية كبيرة لكم شكرا لكم انتم اللي معنا في اللايف مساء النور خديجة. يلا اخويا يونس شحال من مرة تلعب شحال من مرة تنظم كأس افريقيا؟ يلا هما كيعطيونا اجوبة هنايا ماشي 22 مرة خديجة المصطفى ماشي 22 مرة اكثر كاينش كاين اختيارات كاينش نعطيك احتمالات اه نعطيك احتمالات كيبقى عندك الحق بجواب واحد نعطيك احتمالات ولا تعطيني جواب سيود لا واش عدد المرات المرات اللي تنظم في المغرب ولا لا شحال من شحال من مرة تنظم في التوتال في الجميع شحال من دورة كانت بصفة عامة وقيل 31 الجواب نهائي؟ لا نهائي والجواب صحيح برافو ليك. يلا تبقى في الرياضة ولا تبدل؟ بدل دابا صافي سالينا الرياضة اشنو تختار الدين ولا الأمثال الشعبية؟ أسئلة دينية دينية الأسئلة دينية يلا نحاول نعطيك شي سؤال ديني. يلا السي يونس وي كتسمعني مزيان ياك؟ لا تنسمع. يلا اعطيني خمسة ديال الأسماء من القرآن الكريم خمسة ديال الأسماء من صور القرآن الكريم يكون فيهم حرف القاف بحال سورة البقرة كاين القاف أي البقرة واحد الفرقان الفرقان جوج زيد جوج قاف سورة قاف فوالا ثلاثة سورة قاف زيد أي هما ثلاثة البقرة البقرة قلناها البقرة أي الفلق نعم الفلق الفلق فوالا أربعة بقات لك سورة ال يلا الفلق و أحد الفلق شي شوية القارعة والقارعة برافو ليك القارعة وقريش والقدر والعلق والطارق طلع الصور اللي فيهم حرف القاف والواقعة يلا هاي هما 30 نقطة تبقى في الدين ولا تبدل؟ أيوا نبقى في الدين واخا نحاول نعطيك شي سؤال ديني يلا السؤال كيقول سي يونس وي من هو اول من تكلم باللغه العربيه ما سمعتكش مزيان عاود السؤال كيقول من هو اول من تكلم باللغه العربيه اسماعيل الجواب نهائي الجواب نهائي نهائي برافو ليك جواب صحيح برافو ليك جواب صحيح هو اسماعيل عليه السلام هو اول من تكلم باللغه العربيه ها هي 40 نقطه تبقى في الدين ولا تبدل؟ بقى في الدين مرحبا يلا نحاول نعطيك شي سؤال ديني
يلا نشوف لك شي سؤال يكون في المتناول. يلا السؤال كيقول اخويا يونس من هو صاحب لقب عتيق الله من النار؟ صاحب لقب من هو صاحب لقب عتيق الله من النار؟ من هو صاحب هذا اللقب من النار؟ عتيق الله من النار. عتيق الله من النار. أيه من هو صاحب هذا اللقب؟ يلا خد مهلة صغيرة. صحابي. هو صحابي. صحابي ومن الخلفاء الراشدين. أبو بكر الصديق. جواب نهائي. تأكد. 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 أبو بكر الصديق. جواب صحيح. يلا هي 50 نقطة تبقى في الدين، بقى عندك الحق في سؤال ديني. لا سالينا سالينا دابا الأسئلة الدينية. شحال نجمع من نقطة؟ عندك 50 نقطة دابا. دزنا الرياضة. شحال خاصني نجمع؟ شحال خاصك تحطم الرقم القياسي. نعم؟ خاصك تحطم الرقم القياسي. شحال هو الرقم القياسي؟ الرقم القياسي لحد الآن 120 نقطة ديال مريم من كازا. 120 نقطة. 120 دابا أنت عندك 50 إلا فتي مريم. راك غادي تحطم الرقم القياسي ودونك حتى هو اللي غادي تفوز في نهايه الاسبوع. يلا شنو نختار دابا؟ دزنا الرياضه ودزنا الدين، باقي لك ثقافه عامه امثال شعبيه، الغاز ولا تقلدني؟ ثقافه عامه. الثقافه العامه مرحبا. يلا انا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافه العامه. يلا السؤال كيقول خويا يونس اين يوجد اكبر فندق في العالم؟ في اي دوله؟ أين يوجد أكبر فندق في العالم؟ أكبر فندق في العالم؟ أيه فينا دولة كاين؟ أكبر فندق في العالم؟ ياك ما تنقولش من الله. كاين اقتراحات؟ دول. دول. شي إلا بغيتي إلا بغيتي نعطيك احتمالات، نعطيك احتمالات كيبقى عندك الحق في جواب واحد. أش بان لك؟ نعطيك احتمالات؟ طيب واخا مرحبا. يلا اين يوجد اكبر فندق في العالم؟ غنقول لك في الصين ولا في ماليزيا ولا في الولايات المتحده الامريكيه. الصين ماليزيا ولا الولايات المتحده الامريكيه. يلا جواب جواب واحد، جواب نهائي اخويا يونس. اختار ماليزيا. ماليزيا جواب نهائي. نهائي. وجوابك صحيح، برافو ليك. 60 نقطه والعدد الغرف ديالو 7351 غرفه، اكبر فندق في العالم. تبقى في الرياضة، تبقى في 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 ثقافة عامة ولا تبدل؟ نبقى في ثقافة عامة. مرحبا. يلا انا نحاول نعطيك شي سؤال في الثقافة العامة. نشوف لك شي سؤال يكون في المتناول. يلا السؤال كيقول اخويا يونس من هو من هو قائل هذه المقولة الشهيرة؟ اسمع، من هو قائل لولا ان الموت اتاني لجعلت كل الدول من قائل لولا أن الموت أتاني لجعلت كل الدول الأوروبية إسلامية؟ شكون اللي قال هذه المقولة؟ سؤال كيقول من قائل لولا أن الموت أتاني لجعلت كل الدول الأوروبية إسلامية؟ لو أن الموت أتاني لو أن الموت أتاني لجعلت كل الدول الأوروبية إسلامية. ما كاينش اختيارات في هذا السؤال. يلا أعطينا جواب، نخليكم مهلة صغيرة. يلا تحية كبيرة اللي معنا في اللايف، شكرا لكم، برافو لكم. قالوا لنا ماليزيا. ماليزيا جواب صحيح. ماليزيا كاين اللي طانا الصين، لا ماشي الصين، ماليزيا. ماليزيا هي فيها أكبر فندق في العالم. يلا خويا يونس جواب. أنا خويا نفكر شوية. يلا مرحبا. يلا حاول تعطينا، نحسب لك على خمسة، خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد. سيونس شكرا لك على المشاركة. سليمان واش هو سليمان؟ أش ماشي سليمان، ماشي سليمان، صلاح الدين الأيوبي. هو صلاح الدين الأيوبي، لكن أنت تعطلتي في الجواب أخويا يونس، ماشي مشكل. تحية كبيرة لك وشكرا لك على المشاركة. شكرا لك.
تحيه كبيره لك اخويا يونس، وشكرا لك على المشاركه ديالك. كنتي معنا اخر متصل في حلقه هذا اليوم من برنامج رباح مع شوف تي في، كنتي معنا من العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس. شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف، تحيه كبيره لكم نتوما اللي كنتو معنا وكتعطيونا دي كومونتير بزاف اللي عطانا صلاح الدين الايوبي. صحيح صلاح الدين الايوبي، صلاح الدين الايوبي. اذا حنا مشاهدينا بصراحه ما كنسخاوش بكم، الوقت كيمر بسرعه. تحيه كبيره لاسامه في الاخراج، كان معكم صلاح الدين فرحاتي امام الكاميرا. نتلاقاو غدا في حلقه جديده من برنامجكم رباح مع شوف تي في. من هنا لغدا غنقول لكم السلام عليكم.